للمرأة دورها البارز والفعال الذي لا غنى عنه، فهي العنصر الأساسي في المجتمع، لذا فمشاركتها المجتمعية تأتي عن أهمية عظيمة لتواجدها. هذا ما جسدته المرأة اليمنية على الرغم من الأوضاع التي تواجهها، لكنها كانت أكبر من أن تكسرها أي تضاريس، فهي القوية المثابرة وهي صانعة الأمم. احنا في إدارة تنمية المرأة من يعني حاولنا نحن نعمل برامج ومساهمات ذاتية بتعاون يعني من فاعل الخروذة، ودربنا في مجال الخياطة، دربنا في مجال الإسعافة الأولية من أجل المرأة هذه تخرج يعني بمهنة أو عمل تقتات منه. تأتي أهمية المرأة في المجتمع ودورها القوي والفعال من خلال تأديتها رسالة العمل بعد الحصول على الشهادة العلمية العالية التي تؤهلها لخدمة المجتمع والناس، ومشاركتها في عملية التعليم ومحاربة الجهل وإعداد الأجيال الصالحة والناجحة. المرأة كعاملة أو موظفة في هذا الأيام نلاحظ أنها تعاني من أشياء كثير، فانقطاع راتبها أكبر يعني شكل أكبر عبء عليها في حياتها، فقد لا تمتلك قوت أولادها، فقد تكون في نفس الوقت هي الأم والأب أحيانا، لا تمتلك قوت أطفالها، لا تمتلك قيمة دوائها، نلاحظها مشردة مطرودة من المنزل، يعني تعاني من أشياء كثير. فنتمنى من الجميع أن يرى يعني أن يلتفت للمرأة وينظر إليها كما كرمها الدين الإسلامي والسنة النبوية، فهي الأم، فعندما تكلمنا عليها فهي الأم ولها مكانة في القرآن والسنة. لم تكن المرأة بذلك الضعف الذي يجعلها تستسلم وتقف عند مطبات الحياة، بل واجهت الكثير من الصعوبات وقاومت كل القيود المحيطة وبرزت قوية ثابتة. على الرغم من كل التحديات المحيطة التي تواجه المرأة اليمنية، إلا أنها لا زالت تمثل ذلك الدور الأبرز والأهم في حياة المجتمع اليمني. صباح الشغدري لقناة اليوم صنعاء.